والآن ننتقل إلى محور مهم وهو ما هي مسؤوليتنا تجاه الرؤية؟ يقدمه لكم سعادة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الأنفاق المهندس عبد الرزاق بن صبحي العاجان، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. طبعا قبل أيام أو يومين تقريبا احتفلنا بذكرى تأسيس المملكة، وكما قال خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، هي احتفاء بتاريخ دولة وتلاحم شعب والصمود أمام كل التحديات والتطلع للمستقبل. فبتوفيق الله سبحانه وتعالى أولاً ثم الجهود المتتالية للأجداد خلال 300 عام متتالية أهدونا وطن نعتز ونفتخر فيه وننعم بخيراته ولله الحمد. واليوم أمام قيادات المستقبل أمامكم تحدي وأمامكم مسؤولية أن نستمر بنفس الشموخ ونفس التلاحم، ونبدأ يداً بيد نرسم للمستقبل ونتعامل مع هذه التحديات ونضع لها الخطط والحلول حتى نرسم مستقبل جديد للأجيال القادمة، فنكون أوفينا الأجداد برسم المستقبل للأحفاد. طيب من وين نبدأ؟ في 2016 خادم الحرمين الشريفين تكلم عن هدف وقال هدفي الأول أن تصبح بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك. هدف طموح يلامس عنان السماء، ولكن فيها رسالتين، أور بحكم أن اليوم نتكلم عن مسؤولية الشباب في 2030 فيها مسؤوليتين. المسؤولية الأولى نستنبطها من هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة. طموح معناها أن اليوم الوضع مهما كان ومهما حققنا من إنجازات غير كافي. فرسالة لنا جميعاً إن الوضع الحالي لا يكفي، وأن لا نسعد ولا نفتخر ولا نقف عند الإنجازات اللي وصلنا لها حتى الآن. فالطموح أن نصبح نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة، مهما كان تخصصك، هندسة، تجارة، قانون، تكنولوجيا، رياضة، سياحة، طاقة متجددة، كلها هذه هدف المملكة اليوم أن نصبح نموذج يحتذى فيه. وحتى نصبح نموذج، أو كما ذكر أينشتاين إيش يقول؟ لا نستطيع حل مشكلات بنفس العقلية اللي خلقتها، ويستلزم أن نغير الطريقة اللي نفكر فيها. وبالتالي مسؤوليتنا الأولى للارتقاء بالمملكة حتى تصبح نموذجاً ناجحاً ورائداً على كافة الأصعدة أو في كافة الأصعدة هو أن نبدأ بأنفسنا ونبحث عن التطور، ونبدأ من حيث انتهى الآخرين حتى نتجاوز أخطائهم ونسارع الخطى للمستقبل. هذه كانت المسؤولية الأولى اللي نستنبطها من الهدف. المسؤولية الثانية، إذا كان خادم الحرمين الشريفين يقول وسأعمل معكم على تحقيق ذلك، فما هو دورنا؟ هذه دعوة ومسؤولية للجميع، على الجميع أن يتشارك وعلى الجميع أن يتعاون في تحقيق هذه الرؤية. فهي ليست كافي أن نقوم فيها نحن، ولكن هذه مسؤولية كذلك الأجيال، مسؤولية المهندسين، الأطباء، الصيادلة، القانونيين، الرياضيين، متخصصين التكنولوجيا، الجميع. الجميع لازم أن نتعاون. وبنفس روح التلاحم اللي بدأها الأجداد
يدا بيد أو مع بعض حتى نحقق هذه التطلعات. ولأن اليوم الحضور متنوع، حبيت أفكر بخمس نصائح تناسب الجميع، سواء كنتوا طلاب أو حديثين تخرج، مقبلين على سوق العمل، أو حتى في منتصف الكارير. فحبيت أن أنا وزملائي اليوم نشارككم رمز التلاحم مثل ما عمل الأجداد، ونشارك خبراتنا كما سيفعل بقية المتحدثين بإذن الله. وأختصر من جانبي أنا أخوكم أبو يزن، أوكي؟ ما هي الخمس نصائح؟ أبدأ بالنصيحة الأولى. نصيحتي لك الأولى الخروج من الكومفورت زون، دائرة الراحة. يمكن الموديل هذا بتعرفونه، اللي ما يعرفه حشرحه بعد شوي. اليوم باي ذا واي، إذا ما تعرفون، أنا أكره public speaking، مرة أرتعد public speaking، قلبي يرقع. عمر قبل شوي قال حاولت بابو يزن كذا مرة أقابله، ما قدر. I hate it، ما أحبه. أوكي، يمكن وين متعب، متعب رشيد. حاول فيني كذا مرة المرة الماضية لما جيت للجامعة ولقيت كلمة، وأخر وأصرف وأحاول أتهرب منها. بس في الحقيقة لا مفر من الخروج من الكومفورت زون. أنا الحين واقف قدامكم يمكن يبدو ثابت، ولكن ما تعلمون بداخلي إيش قاعد يصير. فالنصيحة الأولى get out of your comfort zone، حاول تمارس حاجات جديدة. أنا اليوم حاولت وحستمر بالمحاولة حتى أخرج من منطقة الراحة وتجاوز منطقة الخوف، البحث عن الأعذار. يمكن أغلط اليوم، أنا شايل هم غلط حيصوروني، الله يستر. أوكي، أخشى الانتقاد، خايف من هذه الأشياء، ولكن بالممارسة بإذن الله حتجاوزها وانتقل إلى منطقة التعلم. قبل شوي وأنا بلاحظ أخوي عمر متمرس، ناو عندي سقف أطمح له أصير زيه بإذن الله. كيف اليوم كان كنترول في الستيج الجيم، الفكرة اللي اقترحها لإيصال الفكرة فكرة جدا جميلة. أوكي، فهذه منطقة التعلم، وبإذن الله في يوم من الأيام حتجاوزها وأكون وصلت لمنطقة التطور، صارت جزء دائرة الجديدة، صارت جزء من الكومفورت زون، أقدر أطلع وأقدر أسوي public speaking. نفس الشيء أنا اليوم أتكلم عن public speaking، أنتوا أنفسكم ما هي فرصة التطور؟ كيف حنتحسن؟ أوكي، كيف تكون اليوم نسخة أفضل من الأمس، وغدا نسخة أفضل من اليوم؟ ما هذه جزء من كان كلام خادم الحرمين الشريفين، أن نصبح نموذجا ناجحا ورائدا في كافة الأصعدة. وحتى نحقق هذا الهدف لازم أن نبدأ من أنفسنا. فهذه النصيحة الأولى، حاولوا تطلعوا من الكومفورت زون، من دائرة الراحة. حيكون فيها شوية صعوبة، حيكون فيها شوية تحديات. ما عرفت أتغدى قبل ما أجي، مرتبك طول الوقت قاعد أدور تصريفة، بس في الأخير وصلت، ويمكن يعني هذا تحدي. شكرا. النصيحة الثانية، لا تعتقدوا أن الفرص لما تجي تجي بشكل هدية كذا بوكس وعليه ريبن لونه أحمر هدية. أعظم الفرص اللي جتني في حياتي كانت جاية بشكل تحدي، وهذه التحديات جزء من الحياة، وخلقنا الإنسان في كبد. لازم تتوقعون إن الإنجاز ما يجيب بلاش، والأثر اللي ترك لنا الأجداد لما وحدوا المملكة. هواكم تتخيلونها، قبل شوي كان يذكرها أخوي عمر عن أجداده، كان يروح ويرجع على الجمال، كيف وحدوا البلد؟ تحدي. فاليوم أهم الفرص في حياتكم ترى حتجيكم على شكل تحديات، ولازم تعيشوا هذا الواقع، إن اليوم أنت يوم عن يوم تستيقظ وتتعامل مع تحديات،
ممكن تكون إنسان متفائل وتنظر لها على أنها فرص، وهي فعلا فرص، ولكن فرص كأنها لغز لازم تعرف كيف تحلها. ونصيحتي الأهم، ركز أنت تكلم نفسك شلون. أنا ما أقدر، صعب، أنا ما أعرف، أنا ماني محظوظ. انتبه من هذه الأفكار، حديث النفس هذا خطر جدا، وانتبهوا أنتوا إيش تكلموا أنفسكم فيه. لو كان في نصيحة أنصحكم، ركز دائما في حديثك مع نفسك اللي ما حد يسمعه. إيش تقول لنفسك؟ أنا أقدر، صعب، أخاف. أوكي، هذه هي أكثر أفكار تقتل رغبتك في النهوض ورغبتك في الحركة. اثنين، تحت نفس البند، على الله، أحسن الظن بالله. أنا عندي حسن ظني عبدي بي. أنصحكم، تحديات لن تنتهي. أنا أخوكم بيزن، موقت جوالي الصباح، الألارم اسمه أوكي، أذكار، أول ما أفتح الأذكار أول واحد بسم الله، توكلنا على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الرؤيا فيها فرص وفيها تحديات، كذلك الحال في بيتكم في الدراسة. ما كان سهل أبدا أن أحد منكم يطلع متفوق. There is a price to pay. Extra time, extra effort أنتوا لازم تحطوه، وكذلك الحياة العملية. ولكن أنا personally أتكلم معكم وأختصر لكم تجربة أخوكم بيزن. أعتقد من أكثر الأشياء اللي كانت تساعدني هي بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا سهلا لما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ترى قلتها قبل ما أدخل القاعة. أوكي. So, لازم تعودون على أنفسكم على هذه النظرة. ثلاثة، ابحثوا عن المتميزين. نصيحة أخوكم أبو يزن، انتبه من الجالس وانتبه من تتكلم معه. إذا بتبحث عن المتميزين حتلقاهم دائما يتكلمون عن الحلول، يتكلمون عن فن الممكن. ولو قعدت معاهم وعندك تحدي، عندك مشكلة، حيشاركون معاك الخبرات ويورونكم وين الطريق. وهذه فرصة نبدأ من حيث انتهى الآخرين حتى نسارع الخطى، صح؟ ولو وتفادوا المتشائمين، تفادوا أوكي المتشائمين، لأنهم حيحبطونكم حتى من أنك تصحى الصباح وتقوم من فراشك. يا الله الجو حلو، حرام الدوام. One way or another نظرتهم متشائمة. أوكي، ابعدوا عنهم. وإذا كان ضروري، قد يكون ابن عم قريب، نصيحتي لكم لا تكلمونهم عن تحديات ولا تكلمونهم عن طموحكم. هذه الأفكار تحتاج من يغذيها بالطاقة الإيجابية ويغذيها بفكر الحلول وأمثلة وقصص كيف تتجاوز. أنا أتذكر وأنا طالب في الجامعة كنت بشتغل كذلك بارت تايم، كنت بواجه مشاكل معينة في العمل بارت تايم. كنت لما أقعد مع ابن عملي أحب أقعد معه وأحب أتعلم منه، وصراحة أنا أشوفه قدوة حتى الآن. بس لما أتكلم معه ما كان دائما يعطيني الحلول مقشرة ويقول لي سو واحد اثنين ثلاثة. أحيانا كان يعطيني كتاب، تقول يا الله إيش تعطيني كتاب. بس صراحة أحسن شيء سواه لما أعطاني كتاب، لأن أنا أخذت بدل أن يعطيني سمكة علمني الصيد، أعطاني نهج كامل how to solve وكيف أتعامل مع هذه المشاكل. فنصيحتي الثالثة لكم، ابحثوا عن المتميزين، حيساعدونكم وحيوروكم وين أفضل الطرق، كيف تختصروا الطريق لتحلوا هذه التحديات وتتجاوزوها. وأكشلي حيكونوا جدا حريصين أنكم ما تعيدوا نفس الأخطاء اللي هم خطأوا فيها، ويعتزوا ويفتخروا بنجاحكم وقتها. أربعة،
ابحثوا عن النقد البناء. كل مرة تخلص اجتماع، تخلص مشروع، اسأل نفسك واسأل من تثق فيه وتثق في رأيه، كيف كان ممكن نحسن؟ حتحبطون، حتجيكم بعض الإفادات غريبة، ولكن لا بأس، القرار عندك، أنت عارف إيش الصح وعارف إيش الغلط، هي عندك في جيبك، معلومة موجودة، تعرف إذا هذه مشكلتك ولا لا، تعرف إذا كان النقد هذا صحيح ولا لا، ولكن لا تحرم نفسك فرصة السماع. ترى أحياناً كثيرة أنا كنت بروح وبجلس وبسمع وأكتشف أشياء ما كانت في بالي وأطلع فيها بدروس ما تعلمتها، ما كانت حتخطر في بالي، ساعدتني في التحسين، ساعدتني في تبرج الجاب إني أتجاوز هذا التحدي. فنصيحتي لكم لا تتهربوا من النقد البناء، ابحثوا عنه. أنا تعودت اليوم من وقت لوقت حتى مع معالي الوزير أسأل ها معالي كيف الأمور، كيف نحسن. اليوم باي ذا واي أنا افتخر إني بعمل مع معالي الجدعان وجزاه الله خير، نموذج دائما يرفع السقف، دائما السقف مرتفع. صحيح رفع السقف هذا يساهم اليوم في تسريع الرؤية which is كذلك حاجة ممتازة، ولكن لما بروح له يقول لي كان ينبغي تعمل كذا، المرة الجاية أعمل كذا. قلت أنا اليوم قاعد أعمل وأشتغل مع واحد من قيادات الدولة، فبالتالي هذه دروس مفيدة، وأنتم كذلك هتجدون نفسكم خلال السنوات القادمة تعملون مع ناس مميزة. أنا لولا الله سبحانه وتعالى ثم دعاء الوالدين ثم ما سخره الله لي من المسلمين ينصحون يعلمون كان مستحيل أني أتطور لحالي بهذه السرعة. فنصيحتي لكم ابحثوا عنا، اسألوا وحاولوا تستفيدوا من ما يعطى لكم وتخرجوا منها بدروس مستفادة، حتلقوها أنها تسارع لكم سنوات الخبرة. الخامسة، حول أخطائك إلى دروس. أتكلم عن نفسي، أنا من النوع لما أخطأ أزعل، قد أحاتب نفسي. الأخطاء مهمة، الأخطاء تصقل المهارات، أوكي؟ وإذا أنت اليوم كريتيكال، بعض الناس شوية كريتيكال على نفسه، جتني فترة صراحة كانت هذه الأخطاء تطارد، ما نام، تظل معي أشهر أعاتب نفسي، ليش غلطت، ليش غلطت. أتذكر طلعت على الستيج على سبيل المثال قلت كلمة غلط، دخلت اجتماع قلت كلمة غلط، سويت حاجة غلط، جاوبت معلومة خطأ، بدأ شكلي مو بالشكل المناسب، تأخر مشروع، تعثر مشروع. أعتقد الدرس الأهم do your best، ارجع الليل احرص أنك you do your best day in day out، يوميا افعل أفضل ما عندك، واحرص أنك ترجع تحط رأسك على المخدة you know you did your best. إذا غلطت لا تكون قاسي على نفسك، خذ الدروس منها. واليوم جزء من اللي أنا قاعد أسويه معاكم، أوكي، لخصت أنا الدروس في حياتي في الكارير تبعي، أشياء سويتها كيف لا أكررها، فكنت أكتبها في النوتس عندي في الجوال، واللي بعضكم يتابعني في اللينكدين ويشوفني من وقت لوقت أكتب، ترى قاعد أكتب في سنة من السنوات أخطأت هذا الخطأ وأشرح كيف تقدر تتفاداه. وأنا أعتبر هذا جزء من اتباع نهج وسيرة الأجداد في تلاحم الشعب، أوكي، لخلق الأثر. بالنهاية أنتم قيادات المستقبل، نعتمد على الله ثم عليكم. خادم الحرمين الشريفين وضع أوليتين في أعناقنا جميعا، الأولى أن نكون نموذجا ناجحا ورائدا في كافة الأصعدة على العالم، وهذا التغيير المستمر، وذكر وسأعمل معكم على تحقيق ذلك، وبالتالي الجميع لازم نشارك. حاولت ألخص خمس نصائح تركز على التطوير المستمر،
وترتبط بالمسؤولية الأولى. أتمنى أني وفقت بتلخيص التجربة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفع بنا وبكم البلاد والعباد، ويجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه الكريم، وصدقة جارية عنا وعنكم وسائر المسلمين. شكرا لكم، وأعتذر على الإطالة.